نشكر عمر مهندسنا الكبير ومهندس عمر سليم على الفرصة السعيدة اللي أعطاني إياها إني أن نشارك معلوماتي البسيطة جدا في لايفز بيم عربية. بصراحة أنا من تلاميذ مهندسنا عمر سليم من زمان، من متابعيه من زمان، ويشرفني بصراحة أنه نكون من بين الناس اللي اختارهم المهندس مشان يشيروا النولج. حتكلم، تسمح لي مهندس عمر، حتكلم عليك شوي لأنه أنت من الناس ما شاء الله عليك اللي احنا شايفين أنه مخصص وقتك الكامل ولو لدقيقة ولو لدقيقتين في نشر العلم. يعني من ما شاء الله فيديوهاتك اللي تنشرهم على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، في قناتك الخاصة أو سواء في قناة بيم عربية، المتابع لك من زمان يحس أنه مهندس عمر سليم يعني ما يضيع ولا دقيقة في نشر العلم وطلب العلم. يشرفني شرف كبير إني نكون من الناس المشاركين معكم، وأنتم كلكم أساتذتي. بصراحة اليوم اختيار الموضوع هو يعني اختيار صعب، ويعني وأنا شايفه شخصيا من الأشياء لمعظم الشركات، خصوصا الشركات اللي الحديثة في الـ Building Information Modeling Environment، هي من الأشياء اللي جدا very complex. أنا نعتبره شخصيا هو القلب النابض للـ Building Information Modeling، موضوع اليوم. من دونه we can say there is no Building Information Modeling Workflow. هذا الشيء يسمى الـ Common Data Environment. وأنا اخترت يكون كلامي عفوا على الـ Common Data Environment based on the ISO 19650 Part 1 اللي هو الـ International Standard. ورح نعرف خلال محاضرتنا الأولى والسيشن 2 والسيشن 3 إن شاء الله، هل الـ Common Data Environment Process or Tool، أو الاثنين مع بعض Process and Tool. خلينا نشوف يعني الكونتنت تاع اليوم اللي راح يكون، عندنا سمول انتروداكشن، واكيد قبل ما نحكي على الكومن داتا انفايرمنت راح يكون عندنا حديث بايجاز عن الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم او ما يسمى بالاي دي ام اس. حنشوف شو سلبياتها شو ايجابياتها، شو قادرين نستفاد من الاي دي ام اس، شو يعني الاشياء السلبيه اللي نقدر نتعرض لها في استعمال الاي دي ام اس، مع اني نظن ما فيش يعني اشياء سلبيه الا قليله جدا ما راح تبين يعني مع مقارنه بالسيستم الكلاسيك سيستم. حنعطي تعريف الكومن داتا انفايرمنت يعني اكيد بيزد اون ذا ايزو اللي هو 19650 عفوا بارت 1، وراح نشوف من المسؤول عن خلق او كرييت the CD، ومن هو المسؤول عن managing the CD later on. كذلك راح نتكلم عن CD process والnaming convention. أنا أفضل أني أتكلم عنها في sessions الباقية اللي هما جايين session 2 session 3، لأنه naming convention بصراحة راح تتفهم أكثر في التطبيق أكثر منه في النظري، وأكيد راح يكون based on the ISO 19650. راح نتطرق نشوف يعني شو سي ديز اللي موجودة في الماركت، نعمل مقارنة بسيطة للأسعار، نعمل مقارنة بسيطة للفيتشرز اللي موجودة في كل سي دي، وما هي السي دي الأنسب لكل شركة سواء في بدايات البيلدينج انفورميشن موديلينج امبليمنتيشن، وما هي السي دي الأنسب اللي ينتقل منها من كمبتدأ إلى little advanced، وما هي CD الأنسب إلى very advanced يعني level. وحيكون عندنا أكيد comparison ما بين 3 CDs خلال session 2 session 3 اللي هما Trimble Connect، البيم سينك، بس أنا أظن أنه راح أروح مع Stream Beam اللي هي CD من دولة النرويج، ورح نتكلم أيضاً على الـ All Plan Beam Plus. احنا عارفين وكلكم عارفين أكيد بحكم الخبرة اللي عندكم، أنتم أكيد ما شاء الله أكثر مني خبرة، أنه غالباً الـ Communication أو الـ Data Sharing تعتبر من الأشياء اللي هي very
كومبلكس، وين لازم فعلا وبأمر جدي we have to handle it in very structured way. لأنه في أغلب الحالات مهما كنت بروفيشنال أو مهما كنت منظم في شغلك في نقل الداتا أو في الكوميونيكيشن اللي هي كوميونيكيشن شانلز اللي عندك في الشركة، أكيد راح يكون عندك لاك، أكيد راح يكون عندك دروب. والمشكل حاليا اللي عنا أو المشكل اللي نواجهه يعني يوميا هو مش مشكلة الهاوس كيبينج أو وين نحط أو وين نخزن الفايلات أو الدوكيمنتس في مكان معين محفوظ، عارفين أنه هذا الستورج وين أو الهاوس كيبينج تاع الفايلات. لا، المشكل أنه ممكن very single information قادرة تسبب لنا مشاكل مستقبلا وتودينا حتى إلى فسخ العقد أو حتى الليتيجيشن يعني. وهذا نقدر نطبق عليه نظرية الباترفلاي إيفاكتس. الباترفلاي إيفاكتس أنه تبدأ بمشكل بسيط جدا في بداية المشروع وتنتهي ممكن بخسائر بالملايين وخسائر في الوقت بالأشهر ولما لا بالسنوات. طيب in general وإحنا عارفين هذا شيء جدا يعني عارفينه مليح، أنه في الـ early stages of each project الـ involved stakeholders راح يكونوا يعني قلال جدا. يعني خلينا نحصرها في الـ client، الـ general contractor، الـ project manager، ممكن خلينا نقول owner representative، مع أنه الـ client في الـ ISO يسمى the appointing party. الكوميونيكيشن أو الشير داتا اللي راح تكون ما بين ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أطراف it will be very less, it will be less complex. يعني مش راح يكون that much of emails, that much of مراسلات, that much of communication, راح تكون very few. في الحالة هذه يعني يعتبر الأمر بسيط، يعني نقدر نتحكم في حركة المعلومات، في تشير الداتا، ما عندناش مشاكل. بس وانتم ملاحظين هذا واكيد عشتوه زي ما عشناه، يعني انه كل ما تقدمنا في مراحل المشروع او البروجكت ستيجز راح نشوف باللي مور ستيك هولدرز ات ويل بي مور انفولفد، ناس كثير راح تدخل في المشروع وراح يكونوا مور انفولفد وراح يكون تاثيرهم واضح في المشروع، وين لازم نحن كممثلي المالك او ككونسلتنتس او مين كونتراكتور وي هاف تو شير افري سينجل انفورميشن خاصه بالمشروع مع الناس اللي هم دخلوا جداد معنا في المشروع. وهذا بطبيعه الحال راح يزيد يعقد شبكه او الكوميونيكيشن عفوا نتورك. واكيد كل ما تقدمنا في المشروع راح تزيد تعقد اكثر واكثر، وكل ما تقدمنا في المشروع راح تصير عنا فعلا خلينا نقولها بين قوسين فوضى، وit will be chaotic، يعني راح تأثر فعلا على حتى إنتاجية البروجكت تيم ممبرز، وراح تأثر حتى على بطبيعة الحال على all the project stakeholders. طيب شو الحل؟ الحل يقول إنه having a virtual and centralized project room، وأنا أركز مليح على الكلمة هذه centralized project room اللي هي حتكون centralized. It means حركة المعلومات زي ما شايفين هنا it's not centralized في آخر صورة، هذه it's not centralized يعني هذه فوضى في حركة المعلومات أو في الداتا sharing أو حتى في الكوميونيكيشن. بس centralized في الحل هذا أو في الجملة هذه هو عرف كيف يختار الكلمة اللي قال centralized، لأنه إذا كان الأمر centralized وكان عندنا core في كامل الأشياء وحتى في حياتنا الطبيعية، يعني إذا كان عندنا شيء كور حيكون كمرجع لنا في حياتنا، يعني أكيد الأمور رح تتنظم ورح تصير بشكل وإن نحن نشوف باللي في تحسن في حياتنا أو حتى في شغلنا بصفة خاصة. طيب بيقول لك having what's the solution، أكيد having a virtual centralized project room can solve much of the communication and data sharing issues. عفوا يعني so we call this centralized project room. مش نسميها هذه centralized project room، it's called the common data environment. طيب
بصراحة ما نقدرش نتكلم على الكومن داتا انفايرمنت قبل ما نعدي ونتكلم على الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم. راح نتكلم على السريع فقط على الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم. أعطيكم مثال بسيط عن موظف مسكين جالس في مكتبه وعنده يعتبر دوكيمنت كنترولر، كنترولر عفوا، نسميه دوكيمنت كنترولر، وين عنده المراسلات، المخططات، الار اف ايز، البريد الوارد، البريد الصادر، مصفوف عنده في الخزانة، منظم مرتب كذا يعني. ومسكين هو شايف انه عامل مانجمنت للدوكيمنتس، وبصراحة يعني هذا الإنسان يعني يائس من يعني يائس من طريقة شغله بصراحة. واحنا شايفين انه غالبا في الكلاسيك واي انه الناس هم الدوكيمنت كنترولر اللي يشتغلين بالكلاسيك واي، خلينا نقول ونركز على كلمة كلاسيك واي، دائما تصير عندهم مشاكل. اعطيك مثال بسيط. فرضا في مراسلة بسيطة جدا اللي لازم تتحرك مثلا من مكتب الدوكيمنت كنترولر الى السي او، قادر خطأ بسيط في المراسلة، سواء تاريخ أو حتى عريضة قانونية، خلينا نقول قادرة هذه العريضة القانونية اللي تاريخها مش صح قادر يودي المشاكل الكبار. أو حتى لو عرف أنه الدوكيمنت اللي أرسله للسي او على سبيل المثال في خطأ في التاريخ، يعود يتصل ويعود هذاك السائق يعود يرجع، يعني أنتم شايفين خسارة وقت، وممكن ما يصلش الدوكيمنت في الوقت، وممكن السي او يزعل على الدوكيمنت كنترولر وحيصير الأمر مش منظم. بس في دوكيمنت واحد صار عندنا 5 أو 6 مشاكل. لذلك الإلكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم، أو خلينا نقول ديجيتال واي أوف كنترولينج ذا دوكيمنت، راح يسهل علينا أمور كثير جدا. على سبيل المثال نقدر نرسل أو نرسل الدوكيمنت، خلينا نقول هذا اللي هو فور ذا assigned بيرسون أو الشخص المناسب. بمجرد ما نرسل، حيكون الكترونيك اكيد، بمجرد ما نرسل الدوكيمنت عندي الاوبشن اني نكنسل الارسال، وراح نشوفه هذا اكيد في الكومن داتا انفايرمنت بلاتفورم اللي حيكون فعلا انا متشوق اني نشير معكم معرفتي في هذا السي دي. راح تشوفوا كيف تقدر تعمل ريفوك لاي دوكيمنت ارسلته مثلا ظهر لك من بعد انك لا اخطات في ارسال الدوكيمنت. طيب شيء بسيط جدا، الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم قادر يوفر عليك ستورج اريا. مش ضروري يعني تكون عندك مخزن واوراق وكذا معرضه للحرائق، الاكسيدنت قادر، معرضه لليك المي وكذا اكسترا. الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم تقدر تستفاد منها من حتى يصير عندك اندكسينج واضح بالنيمينج بالكود بالريفيجن نيم بالاي دي، يصير الامر مرتب عندك، يصير عندك كامل الدوكيمنتس سكاند. يعني راح تتخلص شوي شويه من حكايه الهارد كوبي، راح تنتقل شوي شويه من الاوراق او الهارد كوبي سيستم او الاوراق الملموسه خلينا نقول، او الفايلات اللي هي متجمعه عندك في المكتب، الى شيء مور ادفانسد which is كلاود بيست، which is يعني تقدر بكبسه زر تتحكم في هيوج نمبر اوف فايل شيرينج بروسيس. اضيف الى ذلك انك راح يكون عندك تربح الوقت، يكون عندك مور كنترول على الدوكيمنت اللي توصل لك، مور كنترول على الدوكيمنت اللي ترسلها للناس. لذلك الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم اتس ذا ديجيتال واي اللي فعلا تسهل شغل علينا نحن كمهندسين، وعلى بصفه خاصه وعلى اول بروفيشنالز بصفه عامه. طيب شو راح نستفاد نحن، او what can I do with EDMS؟ طيب اذا حبيتوا يعني باش مهندسين لو سمحتوا تاخذوا نقاط، هذا مهمه جدا لانه راح نشوفهم نقطه نقطه في الورك شوب ان شاء الله، سيشن 2 سيشن 3، وراح تشوفوا فعلا يعني هذا الشيء اللي تشوفوه كنظريا او ككلام مجرد كلام راح يتطبق فعلا وفي الواقع، وراح ناخذ تكون عندنا كيس ستادي اللي نحن طبقناها في شركتنا كمتطور وطبقناها وفعلا استفدنا وربحنا وقت كثير. يقول لك centralize and organize all documents in any format. ممتاز جدا، لأنه راح تكون عندك في مكان واحد كامل الفايلات، كل الدوكيمنتس بكامل الفورماتس، ريفيت، تيكلا، بي دي اف، اكسل، وورد، اوتوكاد. يعني بصريح العبارة انت
الريفيت والاوتوكاد يعني قادر تجمعهم اوكي عندك في الكمبيوتر وكذا، بس يعني تقدر تجمعهم في نفس المكان ويكون عندك فيور موحد لهذا بالكامل، هذا شيء بصراحة شيء ممتاز وشيء شيء يعني ثوري، خلينا نقول ثوري. الإنسان ينسى، الإنسان ينسى، الإنسان يقدر ينسى، يقول لك والله أنا مش متذكر البارح شو تعشيت. أحد تقول لي أنت شو أرسلت دوكيمنتس قبل سنة؟ لا، الإي دي إم إس يعطيك البوسيبيليتي إنك تعمل تريس ذا هيستوري أوف أول دوكيمنتس إن شاء الله حتى عنده 1000 سنين، لأنه راح يكون أورجنايزد باي كودز باي نيم باي فيرجن، وراح نشوفوها كامل مع بعض ان شاء الله. اورجنايز اكسشينج ورك فلوز، وهذه مهمه مهمه جدا، يعني الاكسشينج اوف انفورميشنز راح يكون ويتم بطريقه معينه باي ما يسمى بالفولدر بيرميشن. انت حتعطي بيرميشن كل شخص واحد عنده اكسس، فرضا عندك فايل نمبر 1 فايل نمبر 2 فايل نمبر 3، انت تقدر يو كان اساين بيرميشنز لكل فايل، يعني عندك التكنيكال ديبارتمنت عندهم البيرميشن للفايل 1 بس ما عندهمش بيرميشن للفايل 2 اند 3، يعني حيصير عندك مور كنترول، يعني مش اي واحد يشوف المراسله. فرضا اعطيك مثال بسيط، قادر انت ترسل مثلا ترمينيشن لواحد لشركه معينه في شركتك او في ديبارتمنت معين عفوا، يشوفوا الناس باللي ترمينيشن دخلت من الباب، قادر الناس كل تعرف في نفس الوقت، لانه ما فيش يعني خلينا نقول سريه في الموضوع. بس when you organize your workflow يقدر اتصالك الخاص بينك وبين الشخص المعين حاب توصل له معلومة سرية، you can do it in EDMS, you can do it by organize and exchange workflow. وحنفهم هذا بعد إن شاء الله في ال workshop. You can زي ما قلنا ensure internal and external confidentiality، يعني أي شيء confidential، يعني سواء external مع suppliers مع fabricators مع external stakeholders وين تأثيرهم بسيط على المشروع، أو internal ما بين الـ internal team. You can manage the entire life cycle of documents منين يطلع من 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 عند الـ consultant حتى يوصل حتى الـ facility management، يعني وحنشوف هذا أكيد. هذا نفس الشيء مهم جدا، we can handle the versioning, revision and status. وهذا راح نربطه باش مهندسين، راح نربطهم بعد كتطبيق بشيء يعني خليني نقول هو يعتبر من الأولويات في الكومن داتا انفايرمنت، اللي هو النيمينج كونفنشن، وخصوصا خصوصا خصوصا يعني انا نركز على الكلمة هذه الميتا داتا. حنربط الهاندل ريفيجن اند ستاتوس بالميتا داتا اللي هي تابعة النيمينج كونفنشن. يو كان اكسس ذا دوكيمنت باي سيرشين فور تكست كلاسيفيكيشن، سهل انك تدور على دوكيمنتس في 5 ثواني تطلع الدوكيمنت اللي تحبه انت. يو كان فيو ثرو فيورز، عندك ادابتد فيورز تقدر تشوف بيها فيور عفوا، تقدر تشوف بيها بي دي اف، تشوف بيها وورد اكسل، تقدر تغير حتى او تعطي ملاحظات على الدوكيمنت اتسلف من دون ما تاثر على الاوريجينال فايل، وهذا كامل راح نشوفه اكيد في الـ في الـ في الوركشوب التطبيقي. يمكن تعمل classification، تقدر تعمل answering، تقدر تعمل you can fulfill lot of questions عفوا من طرف المقاول، من طرف الاستشاري، من طرف sub consultants، من طرف suppliers، and you can validate، you can give approval، you can and distribution، يعني وهذا يتم في الفور انفورميشن كونتينر اللي موجوده في الكومن داتا انفايرمنت، ان يو كان مانج اليرتس اند سبسكريبشنز، وهذه نحكي عليها في بما يخص اللايسنس اند الاليرتس دي النوتيفيكيشنز اند اكسترا. وزي ما شايفين في السكيما البسيط هذا انه يوضح لك شو معناها الاي دي ام اس. طيب ليش انا تكلمت على الاي دي ام اس؟ بصراحه لانه انا شايف انه الكومن داتا انفايرمنت هي جزء من الاي دي ام اس او تعتبر اي دي ام اس، خليني يكون more accurate. The common data environment هي EDMS. طيب based on the ISO 19650 part 1 يقول لك هي a grid source of information for any given project or asset. A grid source يعني the common data environment، فرضا احنا في شركتنا قال والله خلينا نستعمل beam 360،
لازم كامل الأطراف، خلينا نقول كامل الديزاين تيم يكون متفق على أنه الكومن داتا انفايرمنت ابتداء من بكرة هي البيم 360، مش يعني نص التيم اشتغل في البيم 360 وأخونا الثاني ما زال يرسل لي إيميلات عادية ويبعث لي في الإيشيوز، يبعث لي في الأرفايس في الإيميل، يقول لي ليش ما رديت عليها. والأسوأ والأسوأ واللي هو يعني ممكن أنتم شايفينه، يبعث لك أوفيشال دوكيمنت في الواتساب، وهذا بالفعل هذا شيء بليدنج ان بروفيشنال زي ما يقولوا، يعني بصراحة شيء متعب ومرهق. يعني لازم نتفق، خلينا نقول ان شاء الله حتى كيك اوف ميتنج، يعني اتس اب تو يو، يعني اتس اب تو يو كشركة، تحب تعمل كيك اوف ميتنج، تحب تعمل اعلان، تحب تعمل مثلا تريننج دايز، وفي نهاية التريننج دايز تقول لهم يا جماعة خلاص من اليوم حتكون هذه الكومن داتا انفايرمنت. المهم لازم تكون جريت سورس اوف information win-win for collecting, managing and disseminating each information container through managed process, through a managed process. خليني أركز على نقطة مهمة جدا هنا، أنه إذا شريت سي دي أو شركتكم فرضا قلت لكم يلا تفضلوا هاي لكم الفلوس وجيبوا لنا سي دي للشركة، سي دي لما تجيبها للشركة مش وحدها تعمل لك مانجمنت للفايلز، تعمل لك فولدر ستراكشر لوحدها، وتعمل لك تعمل لك مثلا استراتيجي لوحدها. لا، السي دي في الحالة هذه اتس تول، هي وسيلة مشان تسهل عليك الشغل، تمام؟ ولما تخلق انت استراتيجي الخاصة بك في الشركة تصير بروسيس. يعني في الحالة هذه نقدر نحكم على سي دي انها تول اند بروسيس، مرات تكون تول مرات تكون بروسيس، بس في اغلب الحالات اتس تول اند بروسيس. في الحاله هذه اتس تول، يعني تعتبر جماد، خليني نقول بتعبير اذا انا ما اخطاتش تعتبر جماد، بس اذا انت ما استغليتش السي دي في الطريق الصح وما كانش عندك كلير باث اند خطه معينه اند بروسيس واضح، انفورميشن ديليفري مانيوال واضح، مستحيل السي دي هتعمل لك يعني تعمل لك الحلول تحل لك المشاكل. يعني زي ما يقول المهندس عمر سليم، يعني كلمة يعني من الأشياء اللي نتذكرها قالها، قال يا جماعة ما تقولوش الريفيت هو البيم، قادر إذا كان قادر الوورد يشتغل لك بيم خلاص أنت شغال بيم بالوورد. يعني هذه نتذكرها يعني في أحد المحاضرات اللي ألقاها وبقت في راسي الكلمة هذه. يعني السي دي تعتبر بروسيس أند تول في نفس الوقت، ومرات نغلب البروسيس على التول ومرات نغلب التول على البروسيس. من المواقع الجميلة جدا وأكيد ما يخفش عليكم اللي هو البيم ديكشنري، اللي يعتبر مرجع لنا بالكامل، محرف الكومن داتا انفايرمنت، هو ماخذ من الايزو 19650 أكيد، بس يقول لك أنه الكومن داتا انفايرمنت سي دي انكلودز سي دي سوليوشن اند سي دي ورك فلو، اند ذيس سي دي ورك فلو اورجنايزز ذا فلو and management of information across the whole life cycle of an asset across four information container states. هذا من الفور information container states راح نشوفهم اكيد بعد شوي، بس حبيت ناكد انه قال CD includes CD solution and CD workflow، يعني CD as tool and CD as workflow. وتكلم قال نقطه ثانيه، قال CD solution is server based or cloud based. غالب السي ديز حاليا هم يعتبروا كلاود بيزد اند سيرفر بيزد، وانا اخترت تعمدت اني نختار ان شاء الله كسي دي في الوركشوب اللي هو تريمبل كونكت، لانه هو سيرفر بيزد وكلاود بيزد في نفس الوقت. وانا اتمنى انكم حتستمتعوا بالوركشوب ان شاء الله في سيشن 2 اند 3 with database management, transmittals, issue tracking and related capabilities that support the CD workflow. هذا تعريف السي دي. خليني بس نمشي بسرعه مشان ما يكونش الامر ممل ونظري اكثر من اللازم. شو الكي فيتشرز اند بينيفيتس اوف سي دي؟ طيب النقطه الاولى يقول لك دوكيمنت مانجمنت، يعني يو كان دو ا مانجمنت، تقدر ترتب كامل كل انواع الدوكيمنتس اللي قادر توفر عندك في مكان واحد، دروينجز، مودلز، عقود، تقارير، تندرز، خلينا نقول تكنيكال داتا شيت، اي شيء، اي دوكيمنت مهما كان عنده علاقه بالمشروع تقدر تخزنه في مكان معين ويكون عنده مانجمنت خاص به ويكون اكسسبل فور اول ذا بروجكت اور ذا كومباني ممبرز في اي مكان
وفي اي يعني قدر حتى من التليفون يو كان اكسس ذا سي دي. وراح نشوف من بعد انه اغلب السي ديز عندهم موبايل اب، يعني بصراحه راح تكون عندك سي دي في جيبك، يعني خليني اذا سمحتوا لي بالتعبير هذا، راح تكون عندك سي دي في تليفونك وتقدر يو كان اكسس ذا دوكيومنتس ثرو يور موبايل فون. طيب المراسلات، وصلنا لشيء وانا متاكد اذا ما كانش ثقتي زايده كثير، انا متاكد 99%، خليني اقول 90%، انه اغلبنا اللي حاضرين في المحاضره اليوم جدا ممل امر ارسال الايميلات، اذا توافقوني الراي اكيد. ارسال الايميلات شيء ممل جدا بصراحه، انا بصراحه شخصيا ممل عندي ارسال الايميلات. طيب السي دي راح يوفر عليك. طيب خصوصا الايميلات اللي هي ريبيتيتيف فيما يخص، مثلا اعطيكم مثال، بعد ما تعدل جراوند فلور دروينجز وخلاص خلصته، راح ترسله، عملت له ريفيجن وراح ترسله لل خلينا نقول السايت انجينير، لازم تعمل له ابلود في الايميل وتعمل له ارسال، وقبل ما تعمل له ارسال تكتب بليز انجينير فايند ذيس 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 وترسل. يعتبر بروسس، هذا يعتبر بروسس، والناس يتثاقلوا مشان يعملوا يعني الاوبريشن البسيط هذا. سي دي راح يوفر عليك، سي دي راح يوفر عليك لانه حيعمل خليني نقول مراسله داخل السي دي للاسايند بيرسون، والايميل حيوصل له اوتوماتيكلي، مش ضروري تكتب ايميل. يعني اذا ما انتبهش للسي دي نوتيفيكيشن 1000% راح ينتبه الى الايميل اللي راح يوصل له، والايميل راح يكون بس نوتيفيكيشن، وبطبيعه الحال الايميل راح يكون فيه بعده شو محتوى المحتوى خلينا نقول المراسله اللي ارسلت فيها بالسي دي، وراح نشوفها هذه كامل كامل دوكيمنت مانجمنت الكورسبوندنس راح نشوفها بالكامل في الورك شوب. تمام، عندك شيء ثاني اللي هو ديم كولابوريشن. ديم كولابوريشن اكيد راح يكون عندنا سي دي، يعني حاليا اغلب السي ديز اللي راح نشوفهم ان شاء الله، وخصوصا اللي حنتكلم عليها، هي تعتبر ك بيم كولابوريشن بلاتفورم، وين حتتم حتكون عندها اي اف سي فيور، وكامل سي ديز يعني هم اي اف سي فيور باي ديفولت. شغله تعلمتها يعني او نبهني عليها واحد سبيشاليست او من الناس اللي طورت تريمبل كونكت، عندهم اكستنشن في ريفيت وراح نشوفها اكيد، عاملينها متعمدينها هذه الاكستنشن اسمها فايل ابلودر. فايل ابلودر بمجرد ما تخلص شغلك كريفيت، اذا ما عملتوش ابلودر في البلاجين اللي موجود في الريفيت، مستحيل مستحيل the project team يقدروا يشوفوا الريفيت موديل اللي موجود في السي دي اللي هي تريمبل كونكت. يقدر يشوف الـ IFC عادي، لأنه IFC by default is it's shared، يعني تقدر تشوف، بس الـ native model اللي هو Revit مستحيل راح تقدر تشوفه في CD unless تعمل له publish or share. تمام، وراح نشوفها أكيد هذه. أغلب الـ CDs زي ما قلنا عندهم plugins for the authoring tools softwares، Trimble Connect or Plan Beam Plus Beam Sync، خليني نقول شو البلاتفورم الثاني، ستريم بيم، لا ما عندهم ستريم بيم، يعني البيم 360 اكيد. انا نجد بنتكلم على بيم 360 لانه راح نشرح لكم ليش. يعني عندنا كذلك الورك فلو مانجمنت. الورك فلو مانجمنت انت كمسؤول عن السي دي، وراح نعرفه مين هو المسؤول عن السي دي، راح تكون عندك مانجمنت للورك فلوز، خصوصا في الفايل شيرينج اوبريشن، في شيء يسمى الفولدر بيرميشن، وهذا راح بصراحه اذا تعودنا عليه في السي دي راح نستمتع كثير وراح نرتاح لدرجه ما تصورش، راح نشوفه اكيد. شيء ثاني وش عندنا، عندنا انسبكشن اند تشيك ليست، يو كان كرييت تشيك ليست. شوفوا في النقطه هذه، في عندنا سي ديز نحن نحكي على انسبكشن وححكي على تشيك ليست. في سي ديز جدا 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 قوية في السايت، وراح نشوفها أكيد وراح نشوف كيف نستعملها في السايت، وفي سي ديز تسمح لك أنك تعمل تشيك ليست في الكواليتي كنترول، سواء في السايت أو في الديزاين فيز، سواء في الكونستراكشن فيز أو في الديزاين فيز. وفي سي ديز عندهم الأوبشن أنك تعمل
quality control by creating checklists أو شيء ما يسمى بال status. راح نشوفها مع بعض هذه، ممكن شوية مبهم الأمر اللي حكيته بس راح نشوفها بعد شوية إن شاء الله. وعندنا أكيد reporting and insights، راح يكون عندك إذا حبيت تسوي أو تخلي الأمر more professional more يعني ك ك ك presentation يكون يعني خلينا نقول more clear، أو إذا كان عندك presentation لل CEO أو مجلس الإدارة راح يكون عندك أغلب السي ديز موفرين graphical dashboard وين تتبع الإيشيوز، وين سكرت الإيشيوز، وين الإيشيوز were closed ولا in progress ولا withdrawn ولا whatever. يعني أغلب السي ديز عندهم داشبورد، ورح نشوف كيف نصدر الداشبورد إلى PDF and so on. وأخيرا في الهاندوفر and to operation and facility management، هذا بالنسبة للفاسيليتي مانجمنت. احنا كفام هولدينج عندنا ما يسمى بالبروكيورمنت ديبارتمنت. البروكيورمنت ديبارتمنت يتعاملوا كثير مع السب كونسلتنتس، سب كونتراكترز، سبلايرز اند سو اون. كمطور عقاري يهمني جدا، لانه من بعد عندي الفاسيليتي البيلدينج اوبريشن او ما يسمى ب خليني نقول مش عارف انا بيلدينج اوبريشن فيز، عندي ما يسمى التكنيكال داتا شيت لكل خليني نقول الاي سي ماشين. في مراحل تسعير المشروع او في مرحله الكونستراكشن فيز يصلوني اسعار او يوصلوا للتكنيكال ديبارتمنت اسعار. انا يهمني جدا انه المقاول اللي نخلص معاه يعطيني التكنيكال داتا شيت للشيء اللي راح يركب لي اياه في السايت. هذا التكنيكال داتا شيت راح نربطه اوتوماتيكلي مع الموديل، ويكون هذا الموديل شيرد ويذ اول بارتيز، سواء تكنيكال او مع فاسيليتي مانجمنت تيم او سواء مع سبلاير. لانه التكنيكال داتا شيت انا نعتبرها من الانفورميشنز اللي لازم تكون في الموديل في نهايه او في الهاندينج اوفر، لاني نحتاجها من بعد في، وراح نشوفها اكيد. اي شيء تسمعوه من عندي ان شاء الله راح نشوفه بالكامل في الوركشوب وكيف نطبقه فعليا في الواقع. واكيد راح نعطيكم كيس ستادي، هنتكلم على الكيس ستادي اللي احنا مطبقين عليها شيء هذا بالكامل. طيب السؤال، من هو المسؤول عن who's responsible of creating the CD and who is responsible for managing the CD. طيب the standard وش يقول؟ يقول باللي الـ client أو the appointing party هو المسؤول عن عمل أو establishing the CD. تمام، who's gonna managing the CD؟ أكيد مش الـ appointing party. الـ appointing party خلص سوى CD، تفضلوا يا جماعة، بس منو المسؤول؟ في مسمى وظيفي اللي هو الانفورميشن مانجر. وش يقول لك؟ يقول لك الانفورميشن مانجر هو از ذا هو از ذا بيرسون ريسبونسبل فور كيپينج انفورميشن سكيور. سكيور يعني سكيور، هذه كلمه يعني تحتمل العديد من الـ يعني الاكسبلينيشن. ابديتد، كورنت اند سينكرونايزد، يعني اربعه keywords مهمة جدا في CD. يعني secure راح نشوفها إن شاء الله في الworkshop. updated وهذه مهمة جدا جدا جدا. updated من أي ناحية؟ يعني من أي ناحية updated؟ updated من الـ naming convention، revision status، من ناحية who accepted or who revised the file، who rejected it، when، what time. لازم تكون updated، لأنه إذا ما كانتش الفايلات updated راح يكون عندك traceability يعني مش صح، يعني ما تقدرش تتبع الهيستوري تاع الفايل إذا ما كانش مسمى تاعه صح. إذا كان ما كانش updated يعني day to day، إذا ما كانش updated day to day. طيب ويكون synchronized. synchronized يعني بمجرد ما تفتح الصباح سي دي أو في نهاية اليوم سي دي، بعد ما نخلص الشغل لازم نعمل synchronization، لازم كل يوم synchronization. لأنه synchronizing تحتنزل تحديثات عندك الكامل المشروع في نفس الحال. يعني أعطيكم مثال بسيط، synchronize وش تعمل. synchronize فرضا أنا شغال على فايل، الفايل هذا موجود عندي في اللابتوب، عندي في الفايل في اللابتوب.
الفايل هذا نفسه موجود في سي دي في الكلاود. طيب بعد ما نخلص انا الفايل هذا، بعد ما نخلص خليني نقول مراسله بالوورد ريبورت، خلصت الريبورت، سيفت الفايل وسكرت الفايل وجيت طالع. طيب صاحبي في الجهه الثانيه يعمل في سنكرونايز سنكرونايز بس ولا شيء، ما عنده ولا شيء. ليش؟ لانه انا ما عملش سنكرونايز من عندي. يعني بمجرد ما نحدث الفايل من عندي واعمل سنكرونايز راح يتحدث اوتوماتيكلي عند الاذر تيم ممبرز، وهذه راح نشوفها، وهذه بصراحه عملت مشاكل في الكثير من الشركات. مشاكل خليني نقول ماينر، مش مشاكل كبار، بس الوقت بالنسبه لنا يعني احنا من الافضل انه ما نستهزاش بالوقت لانه الوقت مهم جدا، لانه اذا انا ما عملت سنكرونايز اللي ما عملت بكره انا خسرت تقريبا 12 ساعه، وضيف الى ذلك 12 ساعه مع 12 ساعه مع 5 ساعات مع 6 ساعات راح المشروع، تمام، من ناحيه الوقت. لذلك المسؤول عن خلق السي دي هو البوينتينج بارتي، اند هوز مانجينج ذا سي دي هو الانفورميشن مانجر. ويقول لك بليز دو نوت كونفيوز وذ بيم كوردينيتور as information manager. information manager مسؤوليته واضحة جدا، والبيم coordinator أكيد وأنتم أعلم الناس في الشيء هذا، هو أيضا عنده مسؤولياته اللي هي واضحة جدا، تمام. CD أو قبل ما نستعمل أي CD لازم يكون عنا clear path، لازم يكون عنا طريقة واضحة، لازم تكون عنا خطة معينة. يعني مش أنت رح تصرف فلوس على CD ومن بعد تجيبها للشركة وتبدأ تفكر ها وش راح نعمل بكرة وش راح نعمل بالسي دي، لا، لازم كل شيء يكون مخطط له مسبقا. لازم تكون عندك على الأقل خطة إلى مدى قريب، على الأقل إلى مدى قريب. بس مش تختار السي دي، يعني خلينا نقول تختار سي دي من دون مرجع معين. يعني فرضا قلت لك الشركة أوكي والله مو بكرة لازمتنا نستعمل سي دي زي ما قلنا من شوي، تقول أنت يلا خلينا نستعمل البيم 360. طيب wait استنى شوي، على أي أساس اخترت البيم 360 وأنت توك بادي في البيلدينج انفورميشن موديلينج امبليمنتيشن؟ على أي أساس اخترتها؟ لا خلينا نختار، والله خلينا نروح مع البنتلي بروجكت وايز. طيب استنى شوي أخوي، ليش رايح مع البنتلي بروجكت وايز؟ يعني وفي كلمة ثانية نذكرها قالها المهندس عمر سليم، يعني هو تكلم على LOD، بس أنا راح نعكسها على اختيار softwares والبلاتفورم. هو قال على LOD، الكلاينت مطلبش من عندك LOD 350 في بعض الأشياء. ليش تعمل LOD 350؟ ليش تقل عليك الموديل وتقل عليك مسؤوليات وتفتح عليك أبواب أصلا مش ملزم أنك تفتحها؟ أنا نعكس كلام المهندس عمر سليم الله يطول من عمره، احنا عكسه في الاختيار البلاتفورمز وسي ديز. طيب كاين سي دي من سي دي، في بعض الفيتشرز موجوده في سي دي ومش موجوده في سي دي الثاني، وبطبيعه الحال كل ما كان سي دي اكثر اوبشنز واكثر سي ديز واكثر كماندز واكثر كان مور سوفيستيكيت سعره راح يزيد. انت يا اخي هدي حالك وشوف شو محتاج حاليا، شوف أعمل دراسة لوضع شركتك الحالي، هل فعلا أنا محتاج بنتلي بروجكت وايز اللي هو يعمل $50,000 حاليا وأنا توني بادي في البيم؟ هل عندك التيم اللي هو خليني نقول اللي هو that much of people، يعني 100 أو 500 شخص اللي فعلا راح تدخلهم في البروجكت وايز؟ لازم يكون تفكيرنا يعني مبني، أو قراراتنا تكون مبني على تفكير عميق، صح؟ يعني الديسيجنز تاعنا ما يكونوش فقط او عندي سي دي وخلاص، لا، سي دي لازم تختار. تشوف ثلاث نقاط مهمه جدا، اول شيء تشوف تقف في مكان معين في شركتك وتقول وين انا حاليا، انو فيز، انو شو طبيعه شركتي، ديزاين فيز، اوكي خلاص انا في الديزاين فيز. بعد شو اليوزس، شو اهدافي انا من البيم، شو هدفي أنا من البيم، شو الجولز؟ طيب عرفت الجولز، طيب روح حاليا النقطة الثانية، روح حاليا شوف وين اليوزرز، أو هل عندك التيم المناسب اللي حيشتغل حاليا بسي دي اللي هو بيم 360؟ لأنه اختيار سي دي بصراحة it's very critical. نحن في بيم أو نحن في فارم هولدينج كان عندنا فترة اللي هي
اللوك داون، في فترة اللوك داون، أحكي لكم هذه القصة البسيطة على السريع ونعدي، اسمحوا لي طولت عليكم. في فترة اللوك داون تقريبا أغلب الشركات أعطت خلينا نقول ديمو للسوفت ويرز، من بينها السي ديز، لمدة 3 شهور 4 شهور. احنا استغلينا الوضع هذا بصراحة، استغلينا الوضع هذا وجربنا 5 أو 6 CDs كتيم ميتينجز تيم، وطبقناها على الشركة وشفنا احتياجات الشركة. جربنا التريمبل كونكت، جربنا البيم بلس اول بلان، جربنا البنتلي بروجكت وايز، وكان بصراحة البنتلي بروجكت وايز سي دي رهيب جدا بصراحة، يعني فائق الخيال، راح نحكي عليه شوية ما بعد شوية ان شاء الله. جربنا البيم سينك، مع انه البيم سينك في الاصل اتس نوت سي دي، بس تقدر تستعمله كسي دي. جربنا سي دي ثاني اللي هو بلان بيم، جربنا سي دي ثاني اسمه ستريم بيم. بعد ما درسنا وضعية الشركة من كامل الاطراف، كامل الديبارتمنتس، شو استعمالها حاليا، شو محتاج من سي دي حاليا، اخترنا سي دي اللي هو حنحكي عليه ان شاء الله في السيشنز اللي جايين. طيب، so let's make our path very clear from the beginning. ما عنده حتى معنى تختار اغلى السوفت ويرز وانت مش راح تستعملهم صراحه، راح تضيع وقتك وتخسر الشركه في الفلوس، وراح تعطي صوره سيئه جدا على البيم تكنولوجي. طيب، what is the CD process؟ what's the CD process؟ نعم، طيب، احنا قلنا في التعريف البيم ديكشنري انه CD هو mainly يتكون من four information container. طيب، ال information container هي التسمية أو based on the ISO للفايل، أو الفايل يكون محتوى على informations like files, documents and so on. بصراحة أنا حنتكلم على السريع يعني على الموضوع هذا، لأنه أغلبنا شفناه وأغلبنا مر علينا يعني أكيد، وأنا متأكد أنكم شفتوه بالكامل، بس أنا يهمني أكثر شيء أنه روح نطبق الشيء هذا في لايف، يعني نعمل براكتس يعني في سي دي، ونشوف كيف الوركينج بروجرس يتم، ونشوف كيف يتم الشيرد، وكيف يتم البابليش والأركايف. طيب، الوركينج بروجرس غالبا أو السي دي يتكون من 4 information container: الوركينج بروجرس، شيرد، published and archived. The work in progress يقول لك its information container exists in this state when the appointed party develops the design. يعني يعتبر the work in progress حاجة، خليني إذا سمحتوا لي بالتعبير هذا، تعتبر حاجة سرية internal. يعني the work in progress بتاع architectural team خاص فقط بالarchitectural team، ال working progress بتاع structural team خاص فقط بالstructural team. لا هذا يبص على هذا ولا هذا يقدر يشوف هذا، يعني it's internal, pure internal. طيب، ال working progress أكيد حيكون عنده permission معين. permission لمين؟ only for the architectural team. طيب، during the work progress راح تكون في quality control. على سبيل المثال، في كتاب رائع اسمه Mastering Revit Software، خصوصا Revit 2018، والأمازون طلع الإديشن تاع 2020 أو 19، حاليا أنا عندي 2018. بالنسبة للquality control أو during the work in progress، الwork in progress بصراحة فيه شغل كثير قبل ما نعطي الأبروف ويروح للشيرد. تشيكينج اللي هو تشيكينج ذا كواليتي او الكواليتي كنترول اند اشورنس راح يمر بالعديد من البروسيجرز. في الكتاب هذا وش كتب لك؟ اعطى مثال بالريفيت موديل. انت مثلا كبيم كوردينيتر لازم تشيك الريفيت موديل اللي هو طالع من عند جماعه الاركيتكتشرال موديل. طيب، عامل شيء ما يسمى بسويم لين بلان بروسيس، يعني شيك الريفت موديل عن طريق من كذا نقطة، يعني هل لا شو كم عدد الايشوز اللي موجودة في الفايل، كم سايز الفايل، ليش نستعمل او حاطط فاميليز كثير عندي في الريفت موديل وانا مش راح استعملها اصلا. يعني في بروسيدرز كثير، وهذا الكتاب انا انصحكم تشوفوه ان شاء الله، وراح نشير اللينك في اخر المحاضرات، وحبعث لكم اياه. يعني انا عندي سوفت كوبي تستفادوا منه، انه يساعدنا كثير في موضوع
خصوصا في شابتر الكواليتي كنترول، ريفيت كواليتي كنترول، هذا يساعدنا في الورك ان بروجريس. زي ما شايفين انه في الورك ان بروجريس انه تقدر تكون عندنا كذا ريفيجن، تقدر تكون عندنا كذا ريفيجن بسبب انترنال كواليتي كنترول بروسيس. قبل ما تعدي للشارد اكيد يا اما ابروفد او ريجكتد، واذا كانت ريجكتد حترجع بريفيجن معين. هذا بالارقام P01 P01 P0104 عفوا ستيتشوس S0 S0 which is initial status، راح نشوفها كل في سي دي. بصراحه شيء ممتع يعني، راح نشوفها يعني انا عارف انه ثقلت عليكم بالنظري بس للاسف لازم نمر عليها يعني. بعد الوركينج بروجرس راح نروح لشيء اسمه after checking and approving، اكيد راح نروح لشيء ما يسمى بالشيرد. الشيرد في المنطقه هذه هي منطقه التعارف، انت صاحبي وانا صاحبك يعني طالب شيء من المعماري، اوكي ما تحكيش معي في الوركينج بروجرس، نلتقي ان شاء الله في الشيرد، يعني نفهمها بالمفهوم البسيط هذا. طالب شيء من الام اي بي، اوكي ما كان حتى مشكل، ما جيش عندي انا نجي لعندك، او نلتقى في المكان ملتقى الأحبة، خلينا نقول اللي هو الشارد. تمام، الشارد هنا وين يكون عندنا أكسس للكلاينت، أكسس لكامل التيم ديزاين ديبارتمنت، وين شيرينج راح نشوفه بصراحة في الـ في الـ في الـ في الـ في الوركشوب أكيد. وين تكون عندي possibility إني ناخذ الموديل اللي هو مشير من عند المعماري، وي كان ديفلوب ات فروم ذير، وي كان تيك ات از ريفرنس. والشيرنج زي ما شايفين لازم يكون باي اندر اي اف سي، او حيكون لازم يكون اي اف سي اكستنشن، لانه الاي اف سي هي اللغه الموحده لكامل لايك اوبن بيم، خلينا نقول اللغه الموحده لكامل ديزاين ديبارتمنت. بمجرد ما يكون شيرد وافتر ابروفل اوتورايز اكيد من عند الكلاينت وكامل الاطراف المعنيه في المشروع. الشيرد مش فقط ديزاين تيم باي ذا واي، قدر يكون سبلاير اعطيه انت الاكسس على الشيرد. لانه اعطيكم مثال بسيط، قادر مثلا الاركيتكتشرال تيم عمل بروبوزل او شيء الكيرتينج والينج سيستم، طيب شير الاي اف سي الخاص بالكيرتينج الكيرتن عفوا والينج سيستم في الشارد، طيب واعطى الاكسس للسب كونسلتد عفوا سب كونتراكتور اللي هو متخصص في الكيرتينج وول. طيب كانت عنده ملاحظات بالنسبه للاي اف سي موديل، ويعاود يرجع. وبطبيعه الحال ديزاين تيم لازم يصحح الاخطاء اللي كانت، لانه احنا غالبا عارفين انه شوب دروينز والتكنيكال داتا شيت طبيعة الحال كلها راح تجي عند السب كونتراكتور والسبلايرز والسبيشاليست هذو، يعني انا المعماري كمعماري ديتيلز هذا مين راح نجيبهم؟ انا من عند السبلاير، من عند المصنع، صح من عند المصنع راح اجي عنده المعلومات، يعني انا ما عنديش انا اصلا المعلومات، يعني based on the information which I'm gonna get it from the supplier على اساسها نبني انا الموديل او نطلع الانفورميشن ابروبريت انفورميشن في الموديل. تمام، بمجرد ما تكون اوثرايزد راح تروح البابليشد، وين هذا الكونتراكتوال ستيج، وين تروح للتسعير وين التنفيذ اند اكسترا. عندنا في سي دي في الشركه عندنا من الاشياء اللي حاطينها بابليشد هي على سبيل المثال، نعطيكم مثال، لما يكون عندنا مشروع جديد نحجز اسم، وحجز الاسم هذا يكون بفلوس، تدفع فلوس وتطلع شيء ما يسمى بشهادة الاسم. فرضا عنا مؤخرا مشروع جديد راح نشوفه إن شاء الله، اللي هو شغالين مع استشاري بيم، هو يشتغل بيم ونحن معه بعده، وعطيناه أكسس على السي دي اللي عنا وشغل معنا بالسي دي. بصراحة الأمر ممتع جدا، سمينا هذا التاور The Snow Tower، سميناه The Snow Tower. غالبا فام القابضة كامل مشاريعها مربوطة فكرة، والمشروع إن شاء الله اللي راح نشوفه كيس ستادي اسمه المزرعة تاور. المزرعة هو معناه يعني فكرته أنه عملنا انتجريشن للهيدروبونيك سيستم، وكان بصراحة تحدي في بداية الأمر، كان تحدي للشركة أنه نعمل المشروع هذا المعقد جدا لدرجة الهذيان، خصوصا في الـ MEP ديزاين كبايلوت بروجكت.
صراحة كان اسمحوا لي على الكلمة، يعني كان اختيار انتحاري يعني بصراحة، يعني كان اختيار too much risky. والحمد لله الحمد لله كنا ماشيين slowly slowly step by step. تعبنا بالميتينجز، تعبنا بالكوردينيشن ميتينجز والأمور هذه، والحمد لله شغالين في المشروع ك ك كبيم موديل، طلعناه كبيم موديل فول اوف necessary انفورميشن. دخلنا كامل سبيشاليستس في المشروع، اعطيناهم اكسس على الكومن داتا انفايرمنت، وصارت حركه المعلومات في المشروع فيري فيري مور بروفيشنال خليني نقول، وراح اشوفها كامل مع بعض بعد شوي. الاركايفنج سيستم راح يساعدنا من بعد، اللي هو الفورث انفورميشن كونتينر راح يساعدنا اكيد في وي كان تريس ذا فايل، راح يكون عندنا الهيستوري تاع الفايل. بمجرد ما تعمل اوبريشن او اكشن نزل الفايل، سواء كان ريفيجن 1 2، بمجرد ما تغير نزل، يعني يعتبر التخزين يعتبر محفظتك او الباك اب، يعتبر الباك اب، يعني لا قدر الله حصل مشكل مستقبلا، الشيء اللي يحميك انت يا انفورميشن مانجر هو الاركايف، الشيء اللي يحميك انت يا استشاري او اي بروجكت ستيك هولدر involved في المشروع، إذا قدر الله حصل مشكل الأركايفد هو اللي راح information container which is the archive هو اللي راح يحميه، لأنه مش منخبوش على بعض CD تسمى بتعبير ثاني the single source of truth، يعني it's open from the beginning. أنا كان ودي أنه كامل الناس تشتغل IPD Integrated Project Delivery، وإن فعلا حقلل نسبة الخطأ كثير، والمشروع راح يكون more clear from the beginning. يعني كان ودي، يعني أنا كان ودي نطبق في واحد من مشاريعنا 100% يكون IPD يعني Integrated Project Delivery، يعني عفوا السبلاير يكون من الأول معي في 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 الديزاين ستيج. بس حنعطيكم معلومة بسيطة جدا، from holding we are the owner، وعنا contracting company which is farm contracting، والbuilding operations بالكامل نعملهم نحن under farm real estate. حاليا نحن شغالين وعنا internal technical department أو beam department، ونعمل نعطي المسابقات أو المشاريع للاستشاريين، وين يعطونا هما الكاد فايلز after approvals and everything we do our modeling by ourselves. حاليا احنا شغالين ان شاء الله على منشان نعمل اور ديزاين تيم انترنالي، يعني منشان نخلص او نكمل ذا فول بروجكت لايف سايكل عفوا، منشان نعمل نحن الديزاين ونحن نعمل الكونستراكشن ونحن اللي نكمل في الاوبريشن، وين حتكون مشاريعنا مستقبلا مور كنترولد. هذا يعتبر تحدي بصراحه، يعتبر تحدي ومجهود، الامر متعب جدا بصراحه، بس it's worth، يعني لازم تستاهل الأمر، لأنه بصراحة احنا كل يوم نعمل أخطاء، وأخطائنا هذه هي اللي خلتنا نتقدم خطوات لقدام شوي، لأنه بالأخطاء نتعلم، من دون أخطاء مش هنتعلم ولا شيء. راح نشوف إن شاء الله هذه تقسيمات الفايلز أو الانفورميشن كونتينرز تطبيقيا أحسن، أنا نفضل يعني. وزي ما شايفين، خليني بس بعد هذا ال اوكي. طيب زي ما شايفين الوركين بروجرس، هذا الوركين بروجرس تمام بالنسبه للاركيتكتورال تيم ستراكتورال تيم ان ام اي بي تيم، وين حيكون انترنال بروسس، وين حيكون انترنال بروسس. طيب في عندهم منطقة خاصة بهم تعتبر الشارد، يعني ملتقى خلينا نقول all departments، وين بمجرد ما يكونوا في الشارد راح يكون حتكون في شفافية أكثر أو حتكون more clear، لأنه بصراحة في work in progress يعني أنا بعد ما خلصت، يعني ليش أعطيك معلومات على الموديل بعد ما خلصت، أصبر عليه شوي، بس هذا هو تعبيرها البسيط، يعني بعد ما نخلص شوف، وإذا في عندك comments خبرني تمام، لانه الانترفيرنس او واحد اذا كان انترفيرينج تو ماتش في شغلك راح يخرب عليك الدنيا، فهمت علي ولا لا؟ وهذا بصراحه شيء جميل انه الوركينج بروجريس از فيري انترنال، وحاجه خاصه يعني في انترنالي، يعني تخلي شغلي يتم بسلاسه
وراح يكون very structured, very professional, منظم, وراح تكون في إنتاجية أكثر أكيد في during the project life life cycle. طيب نحكي على السريع بس على CDs platforms اللي متوفرة في السوق. بديت بالبيم 360 لأنه معروف بالبيم 360. It's unified platform connecting your project teams and data in real time from design through construction حتى خلينا نقول الهاندينج اوفر. اكيد جربنا كامل وكانت عنا فكره وعنا فكره عن البيم 360. بالنسبه لي انا ما رحتش مع 360 في شركه لانه او ما اخذناش احنا كلجنه ما اخذناش البيم 360. كان شويه غالي بالنسبه لنا يعني, وما كانش غالي ك فوليوم او فاليو تاع شركه, بس لا مبدئيا لا, بيم 360 اتس نوت ذا تايم. ما قلنا ولا شيء على الفيتشرز اللي موجوده فيه. ما شاء الله مليح, فيري باورفول, فيري فيري بروفيشنال, من شركه محترمه اوتوديسك, برغم من انه عندنا ريفيت على نوفيس ووركس, بس بيم 360 لا مش الحين, ما زال شوي تمام, لانه ماشيين سلولي سلولي ماشيين بحذر. واكيد هذه بعد نصائح المهندس العظيم عمر سليم الله يطول من عمره. عندنا البلاتفورم الثاني اللي هو تريمبل كونكت. شركة تريمبل انتم عارفينها اكيد, ودائما شركة تريمبل انا نذكرها بسكاتشوب. سكاتشوب اللي هو كان مملوك لشركة جوجل, ومن بعد لما اشترته تريمبل طورت فيه وصار سكاتشوب من السوفتويرز الرائعة الرائعة جدا. تريمبل كونكت زي ما شايفين هم اللي عملوا به, او كشركة أو هم اللي عملوا به متحف المودرن, شو يسموه يا ربي, the Museum of Future Art. أيوة ذكرت اسمه the Museum of Future Art. طيب عملوه بالتكلا structure واستخدموا فيه في الكواليتي كنترول during the construction حاجة اسمها الهولولانز. الهولولانز هذه راح نشوفها مع بعض إن شاء الله. الهولولانز احنا عارفين انه في الاوغمانتد رياليتي اللي راح تكون في الهاتف السمارت فون, تكون في التابلت, تكون سمارت فون تابلت بي سي ماكسيموم, وفي عنا الفيرتشوال رياليتي اللي حتلبس فيها الفي ار وتكون جلوبالي كلوزد, يعني بمجرد ما تلبس الديفايس الأوكيلوس ولا شو اسمها الـ HTC مش عارف شو البراند الثاني, بمجرد ما تلبسها حتنقطع عن الواقع. يعني ممكن لا قدر الله انت ماشي راح تطيح في حفرة في السايت وانت مش عارف. الـ HoloLens it's mix reality, يعمل لك mix ما بين 3D model والواقع. يعني انت شايف 3D model في نفس الوقت انت شايف الانتوراج يعني اللي داير بيك تمام. في الكواليتي كنترول during the construction استعملوا الهولولانز, استعملوا الهولولانز في الكواليتي كنترول. طيب نحن في مشروع المزرعة أو مشروع الهيدروبونيك سيستم استعملنا الهولولانز, وعندي فيديو إن شاء الله راح نشيره معكم في السيشن 2. يعني حطينا البيم موديل وديناه للسايت وعملنا له ماتشينج مع الاكزيستينج كونستراكشن, لانه كذلك في الكيس ستادي اللي راح نحكي فيها ان شاء الله اختيار المزرعه ما كانش اختيار عشوائي, كان اختيار بعد ما طلعت مشاكل وين شفنا باللي امبوسيبل المشاكل هذه تتحل, ورحنا الموضوع البيم وحليناها بالبيم الحمد لله. طيب تريمبل كونكت نفس الشيء تعتبر من البلاتفورمز القويه جدا, فيها فور ابلكيشنز, عندك الويب براوزر, عندك الديسكتوب ابلكيشن, عندك الاب الموبايل اب, وعندك الريفيت بلجين. عندك البلاتفورم الرهيب جدا هذا البنتلي بروجكت, خلينا نعمل هايد للفلوتينج ميتين كنترول. عندك البنتلي بروجكت وايز, بنتلي بروجكت وايز اتس مور ادفانسد, مور ادفانسد عن التريمبل, مور ادفانسد عن شو اسمه البيم 360 من وجهه نظري. اكيد ممكن شخص ثاني يشوف غير وش نقول.
بالنسبة للفولدر ستراكشر، بالنسبة للنيمينج كونفنشن، بالنسبة للار اف اي تريسيبيليتي، بالنسبة لأشياء كثير، بالنسبة لليوزر بيرميشنز، بالنسبة للدوكيمنت سيكيورتي، بالنسبة للدوكيمنت كنترول، يعطيك نيمينج كونفنشن، كونفنشن عفوا بيزد اون ذا ايزو 19650، بالنسبة للميتا داتا، بالنسبة لل3 دي فيور. هذه البنتلي بروجكت وايز استعملوها في تطوير مترو دبي اللي هو تابع لشركة الهيئة الطرق والمواصلات RTA. كان السي دي كان البنتلي بروجكت وايز، وانا قال لي واحد صديقي يشتغل في السعودية كذلك طوروا به مترو السعودية، استعملوا به كذلك البروجكت وايز. بلاتفورم رائع جدا، اشتراكه السنة الأولى 50,000 دولار أو 60,000 أو 65,000 على حسب، يعني وين بعض الناس أو خصوصا في البدايات يشوفوه شيء غالي جدا، 50,000 دولار مش يعني المبلغ الهين ك ك كستارت يعني. طيب خلينا نشوف السؤال. سلام أخ بلال، أظن أنك تونسي. أنا قيس العامري من تونس. لا أخوك جزائري يا أخويا قيس. لدي سؤالين عقب نهاية المحاضرة، ما هو الفرق بين البروجكت والأسيت؟ أوكي، كما ذكر في تعريف السي دي في السؤال الأول، ما هي المعلومات المتعلقة مرتبطة بالسي دي والتي يجب تنضمننا؟ أوكي حاضر حاضر حاضر. طيب نكمل سامحوني. طيب قلنا اشتراك تاع الأول كأول اللي هو 65,000 دولار، ومن بعد حيكون عندك تكنيشنز يشتغلوا عندك لمدة شهر for the CD setup، ومن بعد يصير عندك اشتراك سنوي 10,000 دولار، يعني عمر كامل وانت تصرف على السي دي. طيب انا البروكور، بروكور يعني بصراحة انا عندي معرفة سطحية فقط بالبروكور ولا عمري جربتها بصراحة، بس تعتبر من السي ديز المعروفة، وفي ناس شغالين بروكور ومرتاحين بصراحة، يعني عندها الداشبورد زي ما شايفين، تقدر تكون عندك شوف العدد الايشوز البروجرس اشياء كثير اللي هو شيرد فايلز اكسترا. عندنا الاول بلان بيم بلس كذلك جربناها في فام هولدينج لمده شهرين، رائعه هي بصراحه البيم اول بلان بيم بلس رائعه جدا. مشكلتي الوحيده اللي كان مشكلتنا عفوا الوحيده اللي كانت معاهم انه البزنس سنتر او خلينا نقول الهلب سنتر كان في المانيا، يعني كان في صعوبة في الاتصال، ومرات ما يردوش على الإيميلات، ومرات ما يردوش على المسجز which is very urgent. بس كسي دي رائعة جدا، خصوصا إذا اشتريت البروفيشنال أو البزنس لايسنس، مش غالية كثير يعني، في متناول الجميع، يعني تقريبا سنويا أنت إذا بديت كبدايات تقدر تبدأ ب 10 يوزرز أو حتى 5 يوزرز، يعني لانه مش كلهم راح يكونوا ادمن، راح يكونوا عندك ادمنز وحيكونوا عندك يوزرز، وين يو هاف انليمتد يوزرز، 5 ادمنز فقط. راح تكون عندك فولدر ستراكشر اند دوكيومنتس كنترول اند دوكيومنتس مانجمنت سيستم بيزد اون ذا ايزو 19650، نيمينج كونفنشن، ميتا داتا فيها كل شيء، عندها 3 دي فيور رائع جدا اور دوكيمنت فيور نفس الشيء رائع جدا، يو كان ميك تاج ان ايفري ثينج، راح نشوفها اكيد في المثال التطبيقي. عندنا بعد عندنا ستريم بيم. ستريم بيم بصراحه نفس الشيء، تعتبر من سي ديز اللي مطورينها هم في شركه في النرويج، تمام ريندرا. اوكي مشكلتي مع ستريم بيم انهم اذا حبيت تشترك او تشتري ستريم بيم يحسبوا لك، تعطيهم مساحه كل مشروع وعلى مساحه المشروع يعطوك تسعير، يعني اذا عندك انت مشروع ب 50,000 متر مربع هي 10 دولار على خمسه مش عارف انا على المتر المربع احسب كم تطلع لك انت، يعني قادر تطلع لك ممكن 10% من قيمه المشروع اذا ما بلغتش يعني. بس كسي دي تعتبر ممتازة جدا وقوية جدا في السايت، وراح نشوفها هذه طبيعة الحال راح نشوفها. بلان بيم سي دي حديث، طوروه يعني جماعة من الهند، بصراحة شغالين شغل نظيف وشغالين على تطوير الابليكيشن هذا يوميا،
عندهم حركات جميلة جدا في البلان بي، راح نشوفها مع بعض يعني على السريع. تعتبر من السي ديز الحديثة. وعندنا البيم سينك. البيم سينك هو ايشيو اور كوردينيشن بلاتفورم، تقدر تعمل بيه يعني دوكيمنت مانجمنت سيستم، بس ميلي هو اتس نوت ديستينيتد باش يكون سي دي. على ذلك انا مش عارف، انا ما انصحش بيه كسي دي، بس اذا ما عندكش حل روح مع البيم سينك، بس كسعر يعتبر غالي شوي اذا قارناه بتريمبل كونكت وبيم بلس اول بلان، يعتبر غالي شوي، يعتبر غالي نعم. طيب، وفي عندنا بلاتفورم رائع جدا رهيب شغالين عليه نفس الشيء في فام هولدينج، اللي هو البيم كولاب، كايشيو تراكينج اند كولابوريشن بلاتفورم. وفي عندنا البيم كولاب زوم برو. البيم كولاب زوم برو كايشيو تراكينج اند تشيكينج اند موديل فاليديشن، تقدر تستعملها كسي دي بشرط واحد فقط، اذا عملت لها انتجريشن مع الدروب بوكس. تمام، لانه راح نشوف من بعد انه البيم كولاب زوم تقدر تعمل له انتجريشن مع تريمبل كونكت، عنده كبلاجين اتس اكزيستنج كبلاجين في الريفت، وتقدر تعمل له انتجريشن مع دروب بوكس. اذا عملت له انتجريشن مع الدروب بوكس، فيه هو باي ديفولت حاجه اسمها شير، وين تقدر تستعملها ككومن داتا انفايرمنت ايزلي. انا ننصحكم يعني، لانه بيم كولاب زوم فيه فري فيرجن، يعني تقدر تستكشفها يعني وتشوف، الى حد ما تقدر تمشي بها مشروع على ما اظن. بيم كولاب زوم تقدر تستعمله فري، بس ما تقدرش تستعمل بيم كولاب زوم برو، لانه بيم كولاب زوم برو في شيء ما يسمى بال كلاش ديتكشن، وشيء ثاني اسمه سمارت فيوز، وشيء ثالث اسمه ليستس، اللي ما تقدرش تستعملهم مع انهم فيري امبورتنت. بس البيم كولاب زوم وبيم كولاب تعتبر من البلاتفورمز الرائعه 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 جدا يعني، اللي فعلا ككواليتي كنترول، كموديل تشيكينج، كموديل فاليديشن during the work in progress، بصراحة تستاهل أنه الواحد يوظفها عنده في شركته أو في الديبارتمنت الخاص بها. تمام، خلينا نشوف. طيب، هذا من المراجع، كانت مراجعنا الايزو 19650 بارت 1، كان مرجعنا أكيد البيم كورنر ويب سايت، ننصحكم بشدة يعني، وأكيد أنتم سيد العارفين أنه بيم كورنر من الويب سايتس اللي صراحة يعني فيها معلومات قيمة لدرجة يعني فعلا هتستفادوا منه. نرويجيين هذو اللي عندهم شو اسمها البيم كورنر. استعملنا أكيد معلومات من البيلدينج انفورميشن موديلينج بروتوكول. بلان بيم عاملين ويب سايت شغالين على حالهم، مرات يشيروا ارتيكلز ممتازة جدا. عندنا البيم ديكشنري، وعندنا أكيد كتابي المفضل وكتاب جميل جدا 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 ورائع، هذا الكتاب الزبدة. إذا كان في مقدوركم تشروه، هو من عند البيلدينج سمارت، من مانشن أند ماشين، شركة ألمانية. هو ذا بيم مانجر، يعتبر براكتيكال جايد فور بيم بروجكت مانجمنت للمؤلف مارك بالدوين. هذا الكتاب فيه أشياء وأمثلة تطبيقية، خصوصا لما نروح لمرحلة الـ IFC الـ MVD الـ 4D الـ 5D، يعطيك أمثلة رائعة جدا، كيس ستاديز وين تستعملها فعلا في 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 في, في حياتك الواقعية وفي شغلك يعني. الكتاب هذا يعمل تقريبا، إذا طلبتوه من أمازون يعمل $60، وإذا طلبتوه من أمازون حيجيك معه كوبون. الكوبون هذا تقدر يعطيك معه ديسكاونت إنك تشري الإلكترونيك فيرشن، الإلكترونيك بوك، هيعمل لك 70% ديسكاونت. ننصحكم بشدة يعني، ننصحكم بشدة هذا الكتاب. انا شايف انه اي واحد مولع بالبيم، كبيم مانجر، كوردينيتر، سبيشاليست، مودلر عفوا، لازم يكون عنده في المحفظه يعني، يقراه مره واثنين وثلاث واربعه وخمس.
هذه نهاية وما زال to be continued إن شاء الله، والطريق مستمر. شكرا مهندس عمر سليم، وشكرا لكم جميعا الاستماع، وسامحوني إذا تكلمت كثير وطولت في الأمور النظرية، بصراحة أنا بعد مزعوج من الموضوع. شكرا لكم. جزاكم الله كل خير باشمهندس بلال، والله يكرمك يا استاذنا، يعني محاضره ممتعه واستفدنا كتير من حضرتك. الله انا يسلمك. عندي سؤال لحضرتك دلوقتي، في اكتر من كومن داتا انفايرمنت حضرتك ذكرتهم، يعني اكتر من منصه زي بيم 66، زي في بتاعت تكلا مثلا او كده. طيب نعم، هل ينفع ان انا اكون شغال على برنامج واستخدم منصه برنامج اخر، ولا لازم استخدم نفس المنصه؟ يعني نعم. مثلا لو انا هستخدم مثلا اركيكاد او تيكلا، ينفع اشتغل بيم 66؟ طب ولو ما ينفعش هيبقى الحل ايه لو انا عندي كذا برنامج مختلفه؟ نعم، أنا نعطيك سؤال جميل جدا جدا مهندس عمر، دائما ممتعنا بإجاباتك وبأسئلتك مهندس. الله يحفظك يا رب. طيب أنا أعطيك مثال حي، نعطيك مثال حي. إحنا حاليا في الشركة شغالين بالريفيت، تمام، وشغالين بالنافيس ووركس كثورين تول، أو خلينا في الريفيت، خلينا في الريفيت. الريفيت هو جاي من شركة أوتو داسك، توافقوني في شيء هذا صح؟ ريفيت جاي من شركة اوتو داسك. حاليا احنا شغالين بالتريمبل كونكت اللي هو جاي من شركة تريمبل. يعني تريمبل من المفروض ميلي نشتغل بالتكلا ستراكتشر. طيب في الحالات هذه، في الحالات هذه يا اما انا كيف اربط الريفيت بالتريمبل كونكت؟ كيف اربط الريفيت بالتريمبل كونكت؟ هذا يحتمل سؤال مهندس عمر، يحتمل العديد من الإجابات. يعني إذا كان عندي أنا إيشيو في الريفيت موديل، تمام، وبعد ما طلعته في السي دي وشفت الاي اف سي في السي دي اللي هي تريمبل كونكت كاي اف سي، شفت المشكل، كيف أرجع الإيشيو إلى بلاتفورم which is not، يعني في الأصل مش نفس شركة الريفيت. طيب في الحالة هذه عندنا two solutions، يا إما نمشي موضوع البي سي اف، نطلع الايشيو بي سي اف، او نعمل الانتجريشن ما بين اذر سوفت وير. نعطيك مثال ثاني، انا حاليا الريفت والتريمبل ماهوش موصول ببعض، لانه ما نقدرش نوصلهم ببعض لانهم مش نفس الشركه. انا واصل للريفت والتريمبل بالبيم كولاب، لانه البيم كولاب عنده انتجريشن ويتش كولد integration with Trimble Connect، لأنه mainly CDs تستخدم الـ IFC، سواء طلعت الـ IFC من الأرشيكات، سواء طلعت الـ IFC من تكلا، سواء طلعت الـ IFC من ريفيت and so on. بس من الأحسن، من الأحسن، أنا قلت من الأحسن، يعني إذا كان عندك مثلا ريفيت واشتغلت البيم 360 يكون احسن، بس ميلي مش مشكله هذه اذا كانت نفس الشركه او مش نفس الشركه، لانك حتستخدم الاي اف سي في الاصل، لانه الاي اف سي فيور اتس انتجريتد باي ديفولت في كامل السي دي اس. اظن اني جاوبت على سؤالك باشمهندس. الو، تمام يا استاذنا، جزاكم الله كل خير، وجزاك الله الله. يكرمك. استاذنكم نستقبل بقى الاسئله بتاعت الناس اكيد لو سمحت. الله يكرمك استاذنا، جزاكم الله خير. لو حد عنده اي اسئله يعني بس رسمت. في سؤال مش عارف، انا الشات مش راضي يطلع لي الشات، بس في سؤال على ما اظن قال شو الفرق ما بين البروجكت والاسيت. في سؤال من خلال الاسيت بصفة عامة قدر تكون اي شيء في اي شركة، يعني الاسيت هو الشيء القيم عندك في الشركة، سواء سيارة، سواء باب، سواء لباس، سواء خاتم من الماس، يعتبر اسيت. احنا في الاي اي سي اندستري سبيشاليست اور بروفيشنالز، الاسيت اللي عندنا هي البيلدينج بعد ما يخلص. وات از يور اسيت؟ اتس ماي بيلدينج، هذا هو الاسيت. البروجكت هو during the grow up، during the grow up يعني من الديزاين حتى الهاندينج اوفر. طيب في تريك في البروجكت مانجمنت، يقول لك وات از ذا برودكت، برودكت عفوا
product life cycle, what is the project life cycle. طيب في فرق ما بين الاثنين. سؤال بسألكم يعني على السريع، ما هو الأعم أو ما هو الجزء وما هو الكل؟ هل هو البرودكت لايف سايكل اللي هو الجزء أو العام أو البروجكت لايف سايكل؟ لو جابوا لي بس على على الشات، يعني إذا قلنا البرودكت لايف سايكل والبروجكت لايف سايكل، أنهم الأوسع، البروجكت أو البرودكت؟ مش عارف هل سؤالي كان واضح أو نعيده أو هل في واحد يجاوبني ولا لا؟ لا. طيب البرودكت يعتبر بروجكت، نعم البروجكت لايف سايكل. هل هو إذا قلنا البرودكت، البرودكت لايف سايكل، اتس برودكت لايف سايكل، هل البروجكت لايف سايكل اوسع واعم واشمل او البرودكت لايف سايكل ايه اللي هو اعم واشمل؟ يعني حابب تجاوبكم على السؤال الاخ اللي قال، في ناس بيقولوا البرودكت متعلق بالمنتج خلال وبعد المشروع، بينما اقل البروجكت هي فترة المشروع بس. نعم، بس الأوسع أنا حسب خبرتي البسيطة جدا جدا مقارنة بكم، البرودكت هو أوسع. أنا نعتبر المشروع كبرودكت، لأنه البروجكت يكون الداخل، يعني البروجكت يكون من الديزاين حتى الهاندينج أوفر، تمام. وفي عندنا الأوبريشن، الأوبريشن فيز بلس ديزاين فيز بلس الكونستراكشن فيز، هذه كامل برودكت لايف سايكل بالكامل، تمام. تمام. يعني هذا هو الفرق ما بين، الفرق البسيط ما بين الاسيت و البروجكت. الاسيت تعتبر برودكت بالنسبه لي انا، مش عارف اذا توافقوني الامر او لا. السؤال الثاني، لدينا سؤالين عقب نهايه المحاضره، ما هو الفرق بين او سؤال كما ذكر في دار، ما هي المعلومات المتعلقه بتطبيق السي دي والتي يجب تضمينها في البيم اكزيكيوشن بلان؟ هذه اخوي مهند راح نجاوبك عليها ان شاء الله في شو اسمها في الورك شوب، هجاوبك عليها في الورك شوب، تمام. في سؤال ثاني او خليني بس نعطيكم نعطيكم بس لو اعمل شير سكرين مره اخرى، سكرين وخلينا نشوف طيب عندنا، شايفين سكرين؟ شايفين سكرين باشمهندس عمر؟ لسه فتحت ايه تمام. انا فتحت عندنا تريمبل كونكت ستريم بيم ان اول بلام بيم بلس. شوفوا اول شيء حنحكي على نقطه سهوله التعامل مع البلاتفورم. اذا مشينا، اذا شفنا الداشبورد بتاع الاول بلان بيم بلس وداشبورد ستريم بيم وتريمبل كونكت، اسهل واحد اذا شفنا اليوزر انترفيس اكيد هو ستريم بيم، ما يخدعكمش المظهر، لانه بمجرد ما تدخلوا الداخل أروا أمر معقد جدا. يعني مانيش حاب أقول لكم أنه معقد لا تستعملوه، بس كيوزر إنترفيس أسهل واحد هو ستريم بيم، بعدها تريمبل كونكت، بعدها اللي هو البيم بلس. كفيتشرز كامل يتساووا في الفيتشرز، سواء في الدوكيمنت كنترول، سواء في الايزو 19650 فولدر ستراكتور، سواء في ال 3 دي فيور. على سبيل المثال خليني نروح للاوبن بروجكت ونفتح مشروع ذا فاميلي ونشوف شو عندي في الفاميلي. طيب خلينا نرجع للداشبورد نشوف المزرعة وش عندي. طيب وش عندي، لأني مازلت ما حطيت ولا مشروع. وينها طيب اوكي
نعم، انا عملت ديليت لكامل الاي اف سيز اللي حملتهم، راح نشوفهم في سيشن 2 ان شاء الله في ستريم بيم. خلينا نشوف المزرعه تاور. لما تفتح المزرعه تاور ستريم بيم، هذا باي ذا واي اتس اي اف سي، لازم تصدره اي اف سي مشان يقرا لك ال 3 دي موديل زي ما شايفين. You can navigate by the arrows. Arrows الكيبورد. تمام. عندك the left part, the right part. The left part فيها 3D view. تمام. تقدر تعمل activate, deactivate الكامل الموديل. ممكن يكونوا عندك two models في نفس الوقت. حاليا احنا عندنا زي ما شايفين وش عندنا وش عندنا؟ عندنا ال MEP model. عن الام اي بي موديل. تمام. تقدر تعمل له هايلايت، تقدر تشوف كامل الدرينج موديل. مثال تقدر تعمل هايلايت الاستراكشر او للام اي بي وتشوف بس الاركيتكتشر، تقدر تعمل ديأكتيفيت من هذا. في عندك نفس الشيء التشيك ليست، يو كان كرييت تشيك ليست دور داك على سبيل المثال، تشوف كامل الابواب اللي هم فاير ريتد نون فاير ريتد على سبيل المثال. مجرد يعني على السريع، يعني مش لانه حاب نركز على الموضوع سيشن 2 سيشن 3. عندك مثلا البين هذا اللي تسميه انت الايشيو تراكينج، زي ما شايفين بمجرد ما عملت بين راح يعمل لي كابتشر للفيو، ولاساسها انت تكتب مثلا بليز دو ذيس، بليز دو نوت دو ذيس مثلا. مجرد مثال يعني. تمام. تقدر تعمل كومنت على الايشيو. على سبيل المثال عندك الكات بلان، خلينا نجي نعمل هذا كذا. اوكي تذكر هذا مثال الكات بلان اللي موجوده في كامل البلاتفورمز، موجوده في الريفيت، موجوده في الدنيا كل. تمام. وينها هذه؟ او تعمل كات بلان. تمام. تعمل كات بلان من الناحيه هذه على سبيل المثال. تشوف شو مكونات البيلدينج عندك. في عندك في الجهه اللفت او الرايت البروجكت انفورميشن، تحب تمشي بالمتريك او بالامبريال. اليوزرز، يو كان اساين يوزرز، يو كان اد يوزرز. تكتب بس الايميل تاعنا هنا وتبعث له انفيتيشن، يصير يوصل له نوتيفيكيشن باي ايميل، يصير انفولفد في المشروع. يو كان كرييت جروبس، تكنيكال جروب، بروكيرمنت ديبارتمنت جروب. You can create workflows. Workflows اللي تحتاجها من بعد في الايشوز راح نشوفها ان شاء الله. Labels. Labels هذه مهمة جدا. You can create labels like خلينا نقول must be done. Submit. Label هذا تقدر تحطها في task او تحطها في issue. عندك notification. Weekly. مرات تجيك notification. لانه CDs حتعطيكم خليني نقول weekly monthly reports على الايشوز، على حركه المعلومات اللي تمت، على ال حتعمل لك دائما تذكير. وانت يو كاستمايز يعني عفوا، وانت تعملها برمجه بحيث انك توصلك ديلي ويكلي، ما توصلكش خلاص تعمل اوف على حسب. يعني عندك البرودكت تاور، يعني حيعطيك مثلا زي ما تقول تيتوريال على البرودكت. عندك البي بي سي اف سيرفر ويحكي لك على about stream beam. عندك document document filter for example إذا عملت architecture. اوكي حيعمل لك filter بس على الفايل المعماري على سبيل المثال، فايل معماري first first شو اسمه first level. تمام. انا ما عنديش levels حاليا، مازال ما دخلت ولا معلومات في البلاتفورم. يعني تقبل تعمل filtration بالdocuments. وش عندنا الثاني يا رب؟ وش عندنا؟ اوكي. طيب عندنا الهيدن اوبجكتس، يعني بمجرد ما تعمل هيدن اوبجكت تقدر بمجرد ما تعمل سيلكشن يصير يختفوا. تمام. زي ما شايفين هيدن اوبجكتس يصيروا عندك هنا معلومات الهيدن اوبجكتس. تعاود ترجعها من اول جديد، ريسيت هيدن اوبجكت يرجع من اول جديد. هذه نظره سريعه على الستريم بيم. إذا أعطاني مهندس عمر سليم الفرصة أكيد رح نعملكم تيتوريال لمدة ساعة ونص، ترينينج كورس عليه.
عندنا هذا قلنا البيم بلاس، ما زال ما دخلت ولا مشروع، وراح نشوفه ان شاء الله في سيشن بكره او بعد بكره، ندخل عليه كذا مشروع ونتكلم عليه. عندك تريمبل كونكت، هذه المشاريع يعني كم المشروع هذا؟ 7، ما زال ما دخلتش باقي المشاريع. تريمبل كونكت اول ما تبدا على سبيل المثال راح تكون هذا اليوزر انترفيس. عندك نيو معناها نيو بروجكت، دخل المشروع، وراح نشوف هذا كامل بالتفصيل الممل. والحمد لله المحاضرة مسجلة. يعني الشيء الجميل في تريمبل كونكت اللي هو أيضا متوفر، اللي هو أيضا متوفر في البيم بلس، إنه يعطيك نسخة مجانية تقدر تستعملها في مشروع. وتقدر عادي عندك مثلا مشروع بايلوت تقدر تستعمل السي دي، وعندك سي دي فري تستعملها في المشروع بايلوت. إذا نجح البيم استراتيجي عندك في الشركة تقدر تعمم وتشتري لايسنس، او تقدر تعمل تنتقل من البيسك الى البرو فيرجن. تمام. تريمبل كونكت اول شيء تعملوه انه تروحوا للسمول سكويرز، هذا من النقاط الصغيره وين تقدر تحمل مجانيا الديفرنت عفوا بلاتفورمز. اول بلاتفورم هو تريمبل كونكت فور ويندوز اللي هو ديسكتوب ابلكيشن. عندك تريمبل كونكت فور موبايل، حركة الموبايل هذه بصراحة يعني أنا محضر لكم شيء جميل إن شاء الله يعجبكم. هذه تساعدنا كثير في شغل السايت، والله هذه حتخف علينا شغل كثير في السايت. عندك تريمبل كونكت فور ميكس رياليتي اللي حكينا عليها من شوي اللي هي الهولو لانس، راح نحكي على الهولو لانس. عندنا تريمبل كونكت سينك، تريمبل كونكت سينك رائع فوق ما تتصوروا يعني. وعندنا تريبل كونكت فور ريفيت اكيد مستعمله كثير، هذا راح نستعمله خصوصا في الشيرينج وفي في الفايل ببلشينج. تريبل كونكت فيجوالايزر هذا نحتاجه اللي هو فيور باي ديفولت. وعندك ستيتوس شيرينج، ستيتوس شيرينج بصراحه من الاشياء خلوني نقول بتعبير اصح انتقلنا في شركتنا من الريبورت الكلاسيك ريبورت، صار عندنا الفيجوال بروجكت بروجريس ريبورت باي كولر كودينج. تذكروا هذه الكلمه، فيجوال بروجكت ورك بروجريس باي كولر كودينج، يعني بستيتو شيرينج. وهذه للاسف الشديد فور بزنس بريميوم فقط، يعني مش كحتشوفوها في البيسك، بس ما يعني عادي راح نشير معكم شو حاجتنا شو كيف نستعمل ستيتو شيرينج. والله يعني من الاشياء اللي استفدنا منها كثير. تريمبل سينك مانجر هذا فور سيرفين بصراحه ما هوش موضوعنا حاليا، وراح نحكي عليه ان شاء الله ابتداء من السيشن الثاني والثالث. راح تكون عندنا حكايات مطوله وراح تكون في براكتسينج، وراح نطبق اللي شفناه كامل النظري، كل شيء نظري شفناه راح نطبقه ان شاء الله في التريمبل كونكت. واكيد راح نتكلم باسهاب عن ستريم بيم وعلى الاول بلان بيم بلس. واسف جدا يا جماعه لاني في بالي حملت الاي اف سيز بس للاسف ما محمل ولا شيء. هذه انا اظن اني وصلت نهايه المحاضره. اسف جدا اذا طولت في الكلام او ثرثرت كثير، بس هذه ان شاء الله سيشن 2 وسيشن 3 راح نستفاد. وقبل قبل من سامحوني دقيقه بس قبل من سكر المحاضره أعطيكم بس تشوفوا البيم كولاب زوم برو. هذا أكيد إذا كان في عندي الفرصة إن شاء الله مستقبلا نعمل لكم سيشنز عليه. هذا رهيب، رائع، هذا بصراحة رائع رائع فوق ما تتصوروا يعني. هو في شكله بسيط، في شكله بسيط. مهندس عمر مازال عندي الوقت، نقدر نتكلم شوي ولا؟ أيوة مهندس مع حضرتك. نعم نعم. في البيم كولاب زوم احنا نعطيكم مثال بسيط جدا، فيه فيتشر اسمه سمارت فيوز. سمارت فيوز في البيم كولاب زوم هو خلينا نقول الترجمه للفلترز اللي موجوده في الريفيت. تمام. البيم كولاب زوم تقدر تفتح به الاي اف سيز، هو يعتبر خلينا نقول الاي اف سي ريدر موديل تشيكين ايشيو تراكينج وموديل فاليديشن. هعطيكم مثال بسيط، السوليبري اذا قارناه بعالم السيارات يعتبر الفيراري او البورش او حتى اللامبورجيني. البيم كولاب زوم هو
السيارة اللاكجري بس مش حتلحق المستوى اللامبرجيني. يعني بمثال آخر، الناس كلها قادرة، يعني في يعني أغلبنا قادرين نستعمل بيم كولابزوم، بس مش كلنا قادرين نشري السوليبري لأنه السوليبري غالي، تمام؟ والناس شغالين عليه هذا البيم، بيم شو اسمها البيم كولابزوم، مشان يصير عنده نفس الفيتشرز اللي موجودة في السوليبري. خليني بس نحط واحد من الأمثلة اللي عندي اللي هم اي اف سي. طيب نحط مشروع هذا. طيب ستراكتشر الموديل لمشروع الفاميلي، دقيقة بس، اد ريسنت فايل، لا لا اتس اوريدي بارت اوف ذا بروجكت. يا اوكي، خلينا نفتح واحد من الاول وجديد، ما يخالف، اد اونلي، خلينا نفتح هذا. طيب خلينا نفتح واحد ثاني، اونلي بارت 1. اوكي سامحوني يا جماعة، بس نسكر ونعود نفتح، فهمت شو مشكلته هذا. الشركة المطورة لبيم كولاب زوم اسمها كوبيوس، شركة هولندية، تمام؟ وانتم عارفين يعني الهولنديين. ادريسنت، طيب خلينا نفتح هذا. لود، يس اوكي. طيب خلينا نزيد نضيف له اي اف سي ثاني اللي هو structural model. لا خليني نحط موديل ثاني، work in progress architectural. خلينا نشوف الاي اف سي هذا. طيب ونعمل له لود، راح يتحمل من الاسفل زي ما شايفين. طيب صار عندنا الحين structural and architectural model. طيب فرضا جاني الاركيتكتورال موديل من عند الديزاين تيم او من عند الاركيتكتورال ديبارتمنت، قلت لهم يا جماعه ميك شور باللي اول ذا دورز يكونوا فاير ريتد، لانه يعني خليني نقول معلش انا محتاج الاي اف سي اللي خاص بالفاير ريتد دور، حنعطيها مثلا للسيفل ديفنس. يا جماعه لازم تحطوا لي كامل الابواب فاير ريتد، رد بالكم تعملوا لي ابواب نون فاير ريتد. قالوا لي اوكي، بعثوا لي الموديل، قالوا لي خلاص خلصنا شغل تفضل. طيب في الحاله هذه انا قبل ما نرسل الفايل الى سيفل ديفنس وش نعمل؟ نعمل حاجه اسمها سمارت فيوز. سمارت فيوز هي we can say it's model checking before validated. يعني البيم كولاب زوم نقدر نوظفه في كذا مرحلة من مراحل الديزاين، ديزاين فيس. ونروح لحاجة اسمها سمارت فيوز. سمارت فيوز هي زي ما نقول احنا related or ترجمتها او مقابلها الفلتر اللي موجود في الريفت، بس سمارت فيوز it's more advanced. موجود نفس الشيء سمارت فيوز في تريمبل كونكت اسمه الاورجانيزر. قوة الاورجانيزر في تريمبل كونكت في السايت في الكونستراكشن فيز، مع انك تقدر تستعمله في الديزاين فيز بس قوته اكثر في الكونستراكشن فيز. السمارت فيوز اللي موجوده في شو اسمه في البيم كولاب زوم قوته اكثر في الديزاين ستيج، وعنده اكيد استعمالات في الكونستراكشن ستيج، بس كل واحد وين موجودة قوته، والنقاط القوة والنقاط less power، ما نقولش ضعف، less power. طيب جينا هنا وتعمل view، تختار مثلا view تسميها doors L مثلا، تمام؟ انت عملت كريتت حاجة اسمها door doors L. طيب جينا هنا حاجة اسمها وتعمل by right click using the mouse، تعمل add smart view. smart view
هنا وندخل حاجة اسمها الفلتريشن. طيب الفلتريشن أنا مش طالب من الدورز، أنا حاب نعرف هل عملوا لي الفاير دورز فاير ريتد أو نون فاير ريتد. نسمي the smart view doors fire rating property. طيب نجي الحاجة هنا اسمها هتشوف بلي عندك client by default، بمجرد ما تحط الماوس بوينتر فوق هذه الاني element هتكون هتولي لونها بالأزرق الخفيف، يعني تختار any element، تشوف building element وتختار door. طيب شو بروبرتي اللي انا حاب نطلعها في الموديل، اللي هي شو، اللي هو الفاير ريتنج. تمام. طيب الفاير ريتنج it should be defined. تمام it should be defined، والاكشن تعطيها color او تخليها زي ما هي، بس انا نفضل انه نعطيها color. انت تقول نعطيها add and set color by نخليه red color. تمام. طيب انا برمجت البيم كولاب زوم ان يطلع لي كامل الابواب اللي هي فاير ريتد. تمام. طيب او سامحوني قبل ما نروح الفاير ريتد، اول شيء نعطيه انه يعطيني الابواب باي نيم، اعمل لي فلتريشن الكامل الابواب باي نيم، اللي حاجه اسمها دور طلع عليها باي فلتريشن. نعمل بلاي ونشوف، طلع لي كامل الابواب الموجوده في الموديل باللون الاحمر. طيب انا لحد الساعه ما زال ما شفتش انه باب فاير ريتد ونو فاير ريتد، صح ولا لا؟ طيب نعود نرجع للسمارت فيو اللي عملته ونعمل له ايديت. بمجرد ما نعمل له ايديت وش حنعمل؟ حنعمل فلتريشن للابواب اللي هي لونها احمر ونطلع منها اللي هي فاير ريتد. وش نعمل؟ نضيف بروبرتي ثانيه نسميها أبو دور ونختار شو الفاير ريتنج. حاليا في الاكزامبل اللي عاطينه نحن هو الفاير ريتنج، قدر تختار شيء ثاني اللي هو باي اي اف سي اليمنت، اليمنت ستايل، باي جويد على سبيل المثال، باي اوفر اول هايت، على حسب انت الكواليتي كنترول او شو البروسيجر اللي متخذه في 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 المرحله المعينه اللي انت شغال فيها. على سبيل المثال انا حاليا كاكزامبل أعطيت الفاير ريتنج which is defined add and set color ونعطيه لون شو؟ لون مش عارف أنا أخضر أزرق، ونعمل أوكي okay ونعمل play. بمجرد ما نعمل play أوب أيوة صار عندي اللي هو شوفوا معي، ها صار عندي الفاير ريتد فقط اللي هو بالأزرق. نهنا في الحالة هذه تعال يا صديقي يا الديزاينر او المودلر اللي عملت الابواب، نجي هنا ونعمل كرييت ايشو. بمجرد ما نعمل كرييت ايشو، دقيقه بس يفتح لي الايشو عفوا، ونجي نعمل له ملاحظه ولونه اياها بالاسود. اوكي ونسيف هذه ونكتب له فاير ريتنج property dear engineer please update your doors fire rating property. تمام. please update etc etc as soon as possible. تمام تمام عفوا. وتقدر تعطيه ليبل which is architecture. الايشيو قادر يكون شو اسمه it's an issue by the way. priority it's major it's not critical. critical بس اذا كان انت محصور بالوقت خليه له اياها critical باش يخلص شغله ويصير المره الجايه يركز. deadline تعطيه deadline. تمام. الفيزيبيليتي it's visible for عفوا for everybody. و notification انا ما عنديش تيم حاليا في المشروع، والا اذا عملت notify وعملت كليك على السهم الصغير هذا يحطلع لك التيم اللي عندك او التيم ممبرز اللي موجودين وتعمل save. بمجرد ما تعمل save راح يتسيف عندك الايشيو، ولما يفتح هو الريفيت موديل ويعمل synchronize راح يطلع له
تطلع له هذه في البيم كولاب زوم بلجين داشبورد، ويروح يعدل الوضع عنده قبل حتى ما يروح او قبل حتى ما يتشير الموديل. احنا بعد ما زلنا في الورك ان بروجرس. البيم كولاب زوم صراحه انا مريت عليها يعني على السريع وتكلمت عن البيم كولاب زوم، لانه البيم كولاب زوم او البيم كولاب فيها حاجه اسمها انتجريشن ويز تريمبل كونكت، لانه تريمبل كونكت اتسلف يعتبر من البلاتفورمز القويه جدا. تخيلوا معي تقويه بالبيم كولاب او البيم كولاب زوم في السيتنجز، عندك في السيتنجز في شيء اسمه الانتجريشن، يو كان انتجريتد ويز قولوا معي ويز تريمبل كونكت ويز دروب بوكس ويز بيم 360. تمام، زي ما شايفين انا عامل له انتجريشن مع تريمبل كونكت، تختار انهى مشروع، تختار واتش ويتش فايل، هذا من الفولدر ستراكشر موجودين في التريمبل كونكت وراح نشوفوها بالكامل ان شاء الله في السي دي اللي عندنا، هذا جايين من السي دي اللي عندي. تقدر تشوف تعملوا انتجريشن مع بيم 360 دوكس دروب بوكس وعندك تريمبل كونكت. تمام، يعني ليش عاملين له هم انتجريشن مع تريمبل كونكت؟ انت اذا حبيت مثلا اذا حبيت تطلع الايشوز بالبيم كولاب زوم تقدر تطلع الايشوز بالبيم كولاب عفوا، او تقدر تطلع الايشوز ب بتريمبل كونكت، يعني عندك تو بوسيبيليتي. بس الاسرع الاسرع انك تطلع الايشوز بالبيم كولاب، لانه كداشبورد او ك ك ك ك عفوا ك كداشبورد ريبورت او الايشوز ريبورت it will be more flexible. هذا يا جماعة by the way this is the Trimble الحد هذا حد السهم هذا Trimble 3D viewer. الباقي هو تابع البيم كولاب. وانتم زي ما شايفين هذا المزرعة تاور، هذا من الايشوز اللي عندنا في المزرعة تاور. تمام، ليش ما طلع ليش الايشو هذا الجديد؟ لاني ما عملتش قولوا معايا استنى نشوف. يس لا عفوا المفروض يطلع لي الايشو وينو إيه، لازم نعمل ريفرش، مانيش حابب نعمل ريفرش حاليا، ولا اذا عملت ريفرش راح يطلع لي الايشو باي ديفولت هنا ونقدر نصلحه في الريفت. يعني هذا البيم كولاب مربوط بالريفت ومربوط بالتريمبل كونكت ومربوط بالبيم كولاب زوم. يعني انت باستراتيجي معين تقدر تخلق ورك فلو يظهر للناس باللي very complicated، بس بالنسبة لك أنت هو مسهل عليك أمور كثير. تمام، مانيش حاب نستعجل الخطوات، رح نشوف هذا بالكامل بالتفصيل الممل we gonna fulfill all the question marks. تمام، بس حبيت نتكلم على السريع على البيم كولاب زوم، والبيم كولاب زوم إن شاء الله أكيد بطبيعة الحال مش رح نخلصه في دقيقة أو دقيقتين. يعتبر very 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 powerful platform، فيها العديد من الفيتشرز، فيها العديد من الأشياء وين نقدر نشوف نقدر نسهل على حالي الشغل. طيب إن شاء الله تكون عنا فرصة مستقبلا المهندس عمر ونحكي عليه بالتفصيل إذا سمحت لي. أكيد جزاكم الله كل خير أستاذنا، يعني محاضرة ممتعة وكمية معلومات رهيبة الله وخلاصة يسعدك. شغل كثير، الله يكرمك أستاذنا، جزاكم أمين الله خير، وياك ومتشوقين للجزء الثاني والثالث بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا باشمهندس. جزاكم الله نعم خير، وجزاك باشمهندس. طيب نظن خلصنا باشمهندس صح؟ هو في بس سؤال بعد إذنك، واحد بيسأل حول إمكانية إدارة أعمال الحفر في موقع حضري باستخدام البيم. وين السؤال؟ هو عايز أعرف ممكن نحط أعمال الحفر ضمن المشروع، يعني نعمل بدل ما نعمل كونستراكشن نعمل حفر للأرض. أعتقد ده جزء من الـ 4D. نعم المفروض، نعم هذا هو القديمين. لدي سؤال حول إمكانية إدارة أعمال الحفر بيم في موقع حضري باستخدام البيم. نعم نعم هو قصده ممكن الإدارة تتم عن طريق الـ 4D simulation صح مش مهندس؟ هذا لا بدون حسم ممكن يكون قصده على الـ 4D، أو ممكن قصده على حساب الكميات في الحفر،
اللي هي الكات ممكن، والفيل والحاجات بس ديت. اكيد نعم بالريفت يستعملها بالريفت، صحيح باشمهندس. نعم الله يكرمك. لا هو عن في سؤال ثاني، لو عندي ملف الكاد فقط ممكن ادخل به في هذه المواضيع او الحصول على اي اف سي؟ مثلا يقال عندنا بالشركه ان المصمم رافض يعطينا ملفات الريفت وعندنا فقط الكاد، فهل ممكن منها احاول اجرب بنطاق صغير البيم؟ اوكي، سؤالي او جوابي على السؤال هذا راح اشوفه بكره باشمهندس عبد الحي، لانه في سي ديز اللي نقدر نستعمل فيهم او نقدر نشوف بهم الكاد او قصدي الاوتو كاد اكستنشن دي دبليو جي، وراح اجاوبك على السؤال ان شاء الله. في بعض الاسئله ما تعمد نخليها بس للتطبيق ان شاء الله. تمام، للاسف لا اعلم المكتوب بالفرنسي استاذ عبد الحي، ما وين الفرنسي؟ اوكي تمام. طيب ان شاء الله. تريمبل الصفحه اللينك ممكن الموجود في الشاشه كونكت. اوكي راح نشير معكم كامل المعلومات يا باشمهندسين، كامل المعلومات راح تكون عندكم ان شاء الله، حتى البرزنتيشن راح نبعثها للمهندس عمر وهو يشيرها معكم ان شاء الله. هذا اكتب لنا بالفرنسي ميرسي بو فوتو بريزونطاسيون، جي كيستيون سور لا بوسيبيليتي دو مانجي دي ترافو دي اكسكافيشن اكسكافاسيون اون سيت اوربان اون تيزون لو بيم. نعم اجاوبك عليها المهندس عمر، يحكي على الحفر باشمهندس عمر بالفرنسي. تمام. بسونسيو دي كيستيون سور لا بوسيبيليتي دو مانجي تخوا ديكس. ايه نعم تمام. بس اظن يعني انا خلصت من طرفي، يعني اذا في سؤال، اذا ما فيش ان شاء الله نلتقي بعد يومين، وشكرا جزيلا لكم. انا بصراحه كل ما نحب نشكر مهندس عمر، مش راح نوفي حقه. لا ألف شكر لحضرتك أستاذ، لا أنا بالعكس، اللي بشكر انت حضرتك إن استاذي، أنا عمال أتعلم وأستفاد من حضرتك أستاذ، أنت جزاك أستاذي الله. وأنا تلميذك، أنا تلميذك، أنا تلميذك الخفي، أنا أتعلم منك أشياء كثير لحد الساعة، يعني لحد لا أنا عايز أتعلم من حضرتك أستاذ، الله يكرمك، ربنا لا لا، يكرمك. هذا من طيب نفسك ومن لا الله تواضعك. يكرمك. لا الواحد بيتعلم وأستفاد معلومات كبيرة، وربنا يجزيه كل خير. أنا هسمع المحاضرة تاني برضو عشان أستفاد وأكتبها بشكل أقوى إن شاء الله. إن شاء الله إن يعني شاء الله الله إن شاء إن الله شاء الله ألف إن شاء الله. بس احنا نعطيكم بس ممكن معلومة تفيدكم إن شاء الله. إن شاء الله ممكن هحصل على عضوية في شركة اسمها بريكس بروجكت مانجمنت اللي هي تابعة للأجايل، راح يعطوني ليرنينج ماتيريالز كثير راح نشيره معكم إن شاء الله. كذلك البيم كولاب زوم راح يعطوني العضوية أني يكون ممثلهم في الميدل إيست، راح يعطوني ليرنينج ماتيريال كبير جدا راح نشيره معكم إن شاء الله. واليومين هذا راني شغال مع الجماعة ستريم بيم أني نحاول أنهم يعطوني العضوية مشان اشير معاكم كامل الليرنينج ماتيريال وكامل الكورسز واي شيء يجيني من عندهم ان شاء الله. بس يا مهندس مع عمر اعطيني الفرصه ان شاء الله وانا جاهز باذن الله. أكيد يا أستاذ، أكيد يا أستاذ، مفيش نقطة فيها، ده ممتاز، حاجة ممتازة جدا. ان الله شاء يكرمك الله. أستاذ. الله يسلمك يا رب، شكرا جزيلا باش مهندسين، يعطيكم الصحه والعافيه والله يقويكم ان شاء الله. الله يكرمك، جزاك الله خير. اشوفكم على خير ان شاء الله. أستأذنكم، حياكم الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا ريت السادة الحضور محدش ينسى يسجل حضوره في اللينك اللي موجود في الشات أو موجود في البث المباشر.